ما عندي ولي يريدي، ما عندي صباح نوريا، صباح النور. قولي لي واش تحتاجي نقضي لك من عندي؟ ياه حمار، شكون مات؟ ما تحت حمار، عندي صاحبي عرضو يفطر معايا وحبيت ديري لي الملفي تاع المقارون. اي وليت تستضعفي صحابك انت كيما ولي. وليه باه يفوتني مولاي؟ لا بحتى شيء. باهي يا سيدي، اقضي وتنطيب لك ملفي المقارون. هي عطيني درهم. و ما قلت باش تقضي من عندك. ما تسلفي ليش؟ ما نسلفش، قلت باش تقضي من عندك اقضي من عندك. ما نحتاج يا اخي، حاله يا اخي. اقضي قضيه باهيه يا باجيه. ماشي شغلك. مهدي اجاود، مرحبا، شرفتني ونورتني في الكوجينه. الله يسلمك يعيشك ويطول عمرك وكتر خيرك، كي عرفتيني وكبرتي بيا. هذا شرف ليا. وباش ندلك وباش نطيب لك ماكله بنينه 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 تاكل صبعك وراها. راني نشوف ستفتي لي، الله يبارك. باش نعمل لك لازانيا وبالصوص بولونيز. الله الله. انتوما تاكلوها في رمضان؟ اي شكون انتوما العاشوريه الكل يحبوها. أميلة. وانت زادة تحبها، هذا علاش طيبتها انا. تعرفي المقارونة ناكلو في رمضان في كي خلاص رمضان مع الاخر، اليامات الاخرين تاع رمضان ناكل مقارونة باسكو نتشهاها في كي خلاصة. اوكي نطيبو دونك مع بعضنا اللازانيا انا وياك. روحي طيبين. وسهلة مهلة. أول حاجة باش نبداو بها المقادير نتاعنا، باش نسحقو اللحم مفروم، البصل المقصوص، زعتر، وريقة ترند، ثوم، الصوص باش نسحقوا الطماطم باش نحطوا بها المرقه نتاعنا، وزيد باش نسحقوا الصوص بلانش اللي باش نحضروها، الحليب، شويه فرينه، شويه فلفل اكحل، والزبده، وبطبيعه الحال ما تجينا صوص بنينه وهكا مشخشخه وتبدا هكا فيها كل البنه نتاع خاترة نتاع اللازانيا الا بجبن تختينو. نسيت الكرافصه. لا هذيك مزينه بها برك. قعدت نقولي لا ندير كرافس داخل انا ما ناكل. دونك باش نبداو انا وياك نطيبو. مهدوش. نعم. انت والراديو علاقه كبيره، علاقه حب وغرام وعشق. اه وي يا حسره. ليش عمرها هالعلاقه هذي؟ عمرها 29 سنه. واو صلي على النبي. الله يسلمك عليه الصلاه والسلام. وديما تقعد تحب الراديو. قد ما نزيد في العمر قد ما نزيد نحبها. يا ريت. وانا عم بالي نقعد عام ولا عامين يا اخي، راني نقول لك 29 سنه. هالعشق هذا كيفاه جا؟ كيفاش حبيت الراديو؟ ما على باليش، والله ما على بالي، انا وما في يعني ما على باليش. اول مره انت معناها عملت راديو، كيفاه جات الفرصه؟ كنت حب نط هكذا، حبيت ندير الاذاعه ما على باليش. هما قالوا لي يعني كي كنت صغير انا كنت قبيح. بون ما زلت قبيح. غير كوني مهنيه. قالوا لي كانوا باش يعني نستعقل نسكت، باش نسكت يشعلوا لي الضو يعني الطريه ويشعلوا لي البوست. لي باش نسكت، اما غير يشعلوهم لي نسكت. يظهر لي هما اللي دخلوا لي يعني مواليه دخلوا لي في راسي. يظهر لك هذيك هي. هذيك هي. والرمضان السنه البرنامج نتاعك اللي قاعد يتعدى شنو الكونسيبت نتاعو؟ الكونسيبت يعني هو يعني في كل رمضان احنا عندنا اون اوبيراسيون نعملوها، هي نطموا القراوج يعني اللي جوي الالعاب. نطموهم الاطفال تاع المستشفيات. اي ربي يشفيهم. فوالا دونك باش ما يقعدوش وحدهم، على بالك نهار العيد كاين بعض الاطفال يقعدوا وحدهم في السبيطار. باش ما يقعدوش وحدهم حنا نروحو نزوروهم ونطلبوا من الناس يزوروهم ويدوا لهم قراوج. ويعني ماشي المطلوب منهم حاجه محال، تقدري تجيبي يعني حاجه بسيطه قراوج مع بالك اللي عنده يشري له. انا مازلت عندي القراوج تاع الصغر. انت ما عندكش كاش حاجه تاع الصغر كنت صغيره كوبيه ولا تقدري تسقميها وتزينيها وتديها له نهار العيد. حلو والله حلو. معناتها انت شهر كامل
تستدعي المستمعين باش يجيوا للمستشفى باش يشوفوا الصغيرات باش يبداو يحضروا اللعاب نتاعهم يحضروا الهدايا نتاعهم شهر كامل وانا فوالا شهر كامل يعني يا عيني محلاها الفكره حلوه على الاخر وهذا عامنا 13 والعام اللي فات على بالك على جال الكوفيد ما قدرناش ننظموها ان شاء الله نتموها تكمل على خير وشان. يلا نبداو اللازانيا وبعد نكملوا حديثنا. حطيت الزيت مش نلحم قبل حقا باش نحط شويه البصل قبل قليه شويه قليه شوف هو نورمالمون إيه؟ نجم نقلي البصل إيه؟ طريف وبعد نخلط عليه اللحم ونبدا نفوح لكن انا تو باش نحط مع بعضه تحطي كل شيء على البارد بارد في بارد بارد في بارد ظهر فمي في الطيب وبعد مهدوشة نطيب بصح كي نطيب ماشي دائما ايه نطيب بصح نولي قبيح كي نطيب اش معناتها قبيح؟ نطيب وتعارك ايه نطيب ونعاير تعاير شكون؟ نعايرهم كاع في الدار يا هكذا يا المخدومه هكذا وانتي يا وكان جيتي مش تحلال تفددهم من يقول لك ها ما حشتني ما نخلي لهمش تعايرهم في تحضير حاجه انت يا عاتق انت يا هكذا انت هكذا نحب هكذا نحب شوف يقول لك حاجه بصح والله غير تجيب هذيك كما انا عايش ما تحلاليش ايش شنو هي حشيش رمضان معناها تبدا لا لا ماشي رمضان في سير العام ماشي غير في رمضان لا لا ماشي لا لا كي رمضان كي الفطار كيف كيف انا ما نبدلش انا يغلبني رمضان في الليل والفطور كي نفطر نتهول العكس معناها ما عجبكش يعني تشق الفطر وقتها تما تكشغل نحس باسكو على بالك وشنو ناكل الخيوط تضرب بعضها باسكو ناكل كلش على ضربه جاب لي ربي هذيك الماكله كي جاب لي ربي والله غير والله صدقيني بربي سورتو اليامات الاولين في الليل ما نكونش مليح يا ناري واحسن حاجه تطيبها شنو؟ نطيب كل شيء تعال نطيب كل شيء صنيف صنيف نحب انا نحب نطيب على قنيعه تسمى بالعقل نحبش انا يا الزغلي وما يغلي نحب نار هاديه ما نحبش هاديه كيف باينه توا شويه هاديه شويه ما عجبتك الزبده يا ناري يا ناري هيا ميلا لا 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 بالطبع والله غير شوفي على 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 الفحم اي بالطبع على الحطب يعني انا باش نفوح وانت توا بدا عاير وقول لي شنو اللي ناقص نبدا نعايرك انت يا خا لا لا والله غير حطيت البصل وحطيت اللحم وحطيت شويه ملح باش نكمل شويه فلفل اكحل كوري ما تاكيش المقارون بزاف عليك وكان تنقصي شويه في الماكله انت يا لا لا انا بالذات شفتني هكا بسلامتك نحب المقارون انا نحب المقارون بينما تخلي حتى الطرف من غير ما نحكي شوف حطيت الفلفل الاكحل باش نزيد نحط شوية ثوم حضرناه والصوص نتاعنا انتي ماتا توت شويتا اي باش ما نقليوش باش نبعدوا على القليين في رمضان خاطر كي نقليو زعما تجيبنينا هكذا تو تشوف كان ما تاكلش صويبعك وراها بختار خلاص باش نحطهم على خاطرك ها باش نحطهم يتقليو شويه قبل ما نمر فوالا مادا بيا ديرهم شويه على خاطرك الله يحمر وجهك هاكا نخليها تتقلى شويه ومن بعد تو نمرقوها اونتخ تو انا باش نحط الصوص باش نطيبوا الصوص نتاعنا البيضه صوص بشاميل باش هكاكا نعملوا اللازانيا صوص بولونيز وصوص بيضه وجبن باش تجيك مشخشخه بالكدير صادق حاجه لا لا انا نحب ندير شويه جوزة الطيب ايه عندك الحق والله اسمع هي تبنى هذاك وصيته باش يجيب لي وما جاب ليش قلت له جيب لي جوزة الطيب جيب لي نواد مسكات ما جاب ليش اما ما ينساش كي ما عنديش هي شتوك سا دون دو بو معليش تعطي سي فغي اما حتى هكا تشوف كيفاش باش تجيب لينا على الاخر على لفحات يظهر لي انت اختصاصك زيد على كل حال يقولوا يدين بنينه يعني يدين هما البنان باسكو ايه واحد كيطيب من قلبه نقولوا عنده نفس في التطيب فوالا باسكو يطيب من قلبه لا لا ايه اكيد ايه كي يطيب واحد من قلبه ايه ما تجي بنينه وكي اللي كي تطيب من قلبك مثلا وتبدا شيخ هكايا كي نبدا نعاير تما تجي الباب ترجع لي للعاير من قلبي ما نخليش في القلب السم ما تخليش ما نخليش القباحه فهمتي على بيها تجي بنينه باش نذوبوا الزبده
باش نحط الفرينه وانت توا شوف وقول لي صنيف عاد انت داكو يا بابا باش نحمروها لا كل شيء تبطبع نحمروها طريف الفرينه على النار ومن بعد باش نصبوا الحليب اه عندي مغرفه لهنا الوهزه مغرفه ما تكثريش بزاف المواعن يا حمامه ما تكثريناش المواعن ومن بعدك تغسل المعون مهدي نغسل المواعن تغسل المعون معناها تعاون في الدار نغسل المواعن باسكو انايا شغل مانياك سما انا نحب كل شيء كل شيء تنقي وكل شيء يبرق تعاون في كل شيء ماشي لا لا لا, لا ما نعاونش كلش المواعن يعني كي تكون محتمه ولا ماشي قلت لي لا 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 تبجع نعاون نعاون سما انت مش مع الراجل يعاون اه وين نعاون نعاون بصح ماشي بالسيف ماشي مادام تقول لك بالسيف ولا فهمتي ماشي بالسيف ما فماش حاجه بالسيف برضايه 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 يعني بالفرح ماشي وحدي اقتنع انه الراجل يعاون وي 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 ما فيها ايه؟ والو اي فوالا المعاونه تغلب السبع يا لالا ولا لالا سبع يا سبع لا لا بصح وعلاش احنا مثلا نعطيك مثال اي دوك احنا رانا في الطابله اي لي نوض ولي كينوض يدو في الخاسره ينوض ويحط حاجه صح صح ولا لا لا صح. هو ناض ناض كي يعاود يولي الا لازم يجيب حاجه يجيب حاجه ماشي يقعد هكذا يا يشالي لا يا مهدي يا مهدي اش نحكي لك انا النور ياكل ويخلي صحنه ويقو وانا نهز هذاك وخده هذاك مخ هذاك مخ كاتاستروف هذاك كاتاستروف الله يكون في العون اي والله الله يكون اللي تاخذ واحد كيما النوري الله يكون في العون انت هاك تعاون وتهز صحنك اه وي 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 ولا كاين ولا تحتمت عليا نغسلهم وما نرقدش بلا ما نخلي يعني كي نكون وحدي ولا لازم نغسل المواعن اي مهدوش الزبده نتاعنا والفرينه حضرت وحطيت لها معناتها طريف الملح والفلفل الاكحل باش نحط الحليب توا هذا الحليب باش الصوص نتاعنا تحضر بسهوله اون فوا حركناها الصوص البيضه تحضر فيه ساعه باش نحط لها حركيها باش ما تتكللش الجبن ترتينو هو اللي باش يبللها باش نحطه ونبدا نحركها هكا ولا حركي حركي مليح مهدي أنا. عملت تجربه في التلفزه وي 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 عندي 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 برا يعني وي 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 خدمت يعني عده برامج والبرنامج الاول اللي بديت في التلفزه كان برنامج طبخ اي كان عندي لعبه يعني لعبه أي؟ ندور فيها في الجزائر كانت اسمها حصه شهيه طيبه وكنت نروح عند الناس كل دار وندو لهم القدره واحد القدره كانت واحد القدره نغلوها وكي تغلي يربحوا بها هذاك فوالا فوالا ومن بعد درت لا فامي اونور فاميلتنا على التلفزيون الجزائري وما زلت الان برامج برامج نحب انا وين كاين الماكله وين كاين القعدات وين نحب معناها مش تحب الطيبه كها وتحب تاكل زيد تحب الحاجه البنينه وي بيان سور وين نحب حاجه بالطبع حاجه متقونه يعني ماشي مشرط فيها بزاف اللحام ولا لا لا بنينه بنينه فوالا بنينه فوالا هذيك علاش الحاجه المتقونه باش نعملوها انا وياك مع بعضنا توا سي اللحم تاعنا ان شاء الله طاب والصوص البيضه كيف كيف طاب باش نبداو نحطوا اللازانيا هاك باش تشوف كيفاش نعملوها ما تبعدوش اقعدوا باقي معنا حضرت الصوص بولونيز نتاعنا يعطيك الصحه تنفك الريحه البنينه ريحه الثوم معطره باينه اوكي وهذه الصوص البيضه دونك توا باش نعملوا اللازانيا نتاعنا باش نعمل كوش بالصوص البيضه من اللوطه تسمى ستفير لاكوش قبل الاولى علاش حسب رايك نو نو باش تحطهم بعدك لا 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 بروميير كوش هكذاك تاع اي باش نعمل البات فوقها باش هكاك تجي شابه وبنينه ومزيانه لا بات تقارديها هكذا البات مانيش باش نحطها في الماء السخون باش نعملها على الطريقه القديمه لكن السر انه الصوص بولونيز نتاعنا ما تكونش عاقده باش الصوص تشربها بشيء مهلا وباش نقسمها اسم الله عليك حبت تمشي لك بالعقل بالعقل بالعقل, بالعقل. علاش باش نقسمها هكا
خاطر نحبها تجيني في البلاتو هذا المدور. تما تبقى تبقى تكوش. ايوا بصح هنايا تجيك صعيبه باش ديموليها باش تنحيها من القالب. لا ماشي صعيبه بقى باش تجي قالب واحد. وباش نحط صوص هكا باش من بعد تشربها فوالا لازم تكون انا نحبها هكذا باسكو كي تكون مغليه اوفان بلونشي هكذا تجي شويه معجنه. تجيك معجنه فوالا تجي معجنه وتجي ثقيله شويه. تجيش هكا معجنه تشوفها كيفاش تجي بنينه وباهيه. مهدوش رمضان توا ورمضان قبل شنو الفرق؟ كيفاش قبل؟ قبل كنا صغار ودوكا كبرنا. قبل ما كناش نصوموا دوكا ولينا نصوموا. في بالي لا نحكي الجو الحفلات البلاد كيفاش الاحتفالات اللي في الليل تغيرت حاجات نو؟ اسمحي لي انا ما عنديش 100 سنه. اوه عندي قلت لي عندي 29 سنه في الراديو. عندي 29 سنه برك. 29 سنه زائد كيما توا. لا لا ماشي كيف كيف يعني هي شوفي جبل ربي في رايي عندها علاقه مع العمر تاع الانسان. كي يكون صغير وعلاقته مع الحياه. فهمتيني؟ ماشي ماشي ما تقدر فهمتي دائما تحصروا على حاجه قديمه خاطرش الحلاوه كي نكونوا صغار قد ما نكونوا صغار قد ما تكون حاجه حلوه يكذب عليك ماما اللي راه دوكا زادوا دوك يتحسروا بعد 50 سنه يقول لك والله غير الوقت تاعنا كان خير من هكذا فهمتي معنى انت حسب رايك ما تبدل حتى شيء ماشي العالم يتبدل بصح كيفاش نقولوا العلاقه مع الـ مع الـ مع المحيط في بالي تقعد ديما هي فهمتي كيفاش باسكو عندها علاقه مع الصغر رمضان ناس خدامه ناس عندها ماشي كما تاع الصيف وي تاع الصيف وحده علاش قلت لك تبدلت حاجات هي دايخ في العمر واقيلا نعيشوا زوج رمضانات في الصيف يعني في حياه الانسان تقريبا يعيش زوج رمضانات ان شاء الله نعيشوهم في الخير. انا عشت انا عشت رمضان الاولاني تاع الصيف لطف عليك مازال ان شاء الله تاني لا لا باسكو كي زد كان رمضان هذا وين بدا رمضان تاع الصيف ومن بعد بون عندها بعض السنوات كانوا تاع جوزنا رمضان هذاك تاع الصيف تاع الموادوت وموادوت جويي ويقول لك دوكا منا يعني انا يكون بالك قفلت تقريبا واحد 70 سنه ولا 80 سنه نكون ان شاء الله ان شاء الله في الخير ان شاء الله ان شاء الله في الخير انا ما نعرفهاش هذه حكايه كل واحد زوز رمضان في الصيف كنت لحقي تجوز يا رمضان تاع الصيف غير مش دير روحك لطف 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 ان شاء الله نعيشوا اكثر من مرتين ان شاء الله ان شاء الله العقوبة الثالثة بدلت تاع الصيف ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ريت كيفاش بدات تكمل اللازانيا نتاعنا اي باش نعملوا لها الجبن من الفوق الكل فوالا ساير داير اي باش من بعد يذوبك الجبن هكا يبدا بنين اوكي هذا حذر هادو ربع عباد هذي لا هذا البلاتو ديالي لا انت لا مولاي لا حتى حد هذه اللازانيا نتاعنا باش نحطوها الطيب ومن بعد نشوفوها كيفاش تبدا نقدمها لكم زينه ومرتوبه كما تقول انت بال باش وشنو بالشان والطباع بالطباع والشان بالطباع والشان بالطباع والشان الله الله توا تشوفها بالطباع والشان الله يحمر وجهك ان شاء الله انت على كل خد نوارة ما تبعدوش باش من بعد نشوفوا اللازانيا كيفاش حاضره اللازانيا حضرت ان شاء الله تعجبك يا مهدوش شوفي وجهها راهو واش نقول لك يعيط يعطيك الصحة يعيشك يعيشك قاعد قلب تاعها القلب زيد باش يعجبك هو جيت الفطور ايه من قبيلة مالا سمعي سربينا انا وصاحبي في الجردينة اي باهي يا باجي باهي
على خاطر صاحبك العسل مسربيكم في الجنينه. الله يعطيك الصحه وكثر خيرك كي كبرتي بيا وحليتي لي الكوزينه. قدرك كبير وعالي. الله يسلمك. مرحبا بيك شرفتني. شي هي طيبه تو نجيب لكم ماكله حتى للجنينه. وصحه فطورك. يعيشك. صحه فطورك والله يقنعك. هيا بالسلامه. بالسلامه. يعيشك. اصبر 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 نتايا. والدراهم. واش من دراهم؟ دراهم تاع القضيان. ماشي قلت لي غير ندخل القصر نرجعهم لك. كي ندخل لاني مازلت ما دخلتش. يمايا اربح اربح. كيفو كيف صاحبه. ان شاء الله عجبتكم الحلقه اليوم وان شاء الله عجبتكم زيد الدباره. غدوه في نفس التوقيت كوجينه عاشور. شي هي طيبه وصحه فطوركم. لازانيا الا بولونيز، المقادير نستحقوا ورق لازانيا، لحم مرحي 150 غرام جروير، الصوص بشاميل نستحقوا 3 مغارف فارينة، حليب، زبدة، جوز الطيب، فلفل أكحل، للبولونيز نستحقوا طماطم فرشكة مرحية 200 غرام لحم مرحي، ثوم، بصل، فلفل أكحل، زعترة، عرف كلافز، كعبة سفنارية الزرودية. عندك واحد الصوت يبربر. الله يسلمك الله يسلمك. عبش مبربرك انا بطنجره. ما قلت والو سيدي. اسمعي حقي تاع سمان خليه لي هنا ناكلها. اي كي تولي تصطاد من غير ما ترقط تاكل. علاه مولاي مين ياكل خير مني هو ولا كيف هضروه؟ بالطبيعه. ها اش في عليها؟ بن عمي. سكان المملكة بلغهم الغايب يعلم الحاضر ورانا عارفين باللي رقبتكم اللقية وباغين تضحكوا وتتهاو بصح رانا نوعدكم باللي يا رجلوها يا ما رجلوهاش شارجي جيزي اب واقضي على اللقية حصل على افلام موسيقى العاب ومحتويات حصرية مع جيزي